وينضم الينا في الاستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه اي كيو تي. اهلا بك سيد رائد. اهلا عبد العزيز. بدايه، كيف يمكن تقييم نتائج فرص العمل على مستوى الولايات المتحده الامريكيه، وهل ستشكل نقطه تحول لسياسه الفيدرالي الامريكي؟ يعني هو يعتبر من اهم التقارير التي يتابعها الفيدرال الامريكي، تقرير الوظائف بشكل عام، ويعنى تحديدا بتقرير الوظائف في القطاع الخاص. نحن يوم امس كان عندنا الجي او ال تي اس اللي هو يبحث في فرص او تقرير فرص المفتوحه للعمل في الولايات المتحده الامريكيه، واظهر هذا التقرير تراجع بشكل واضح بهذه الفرص الى ادنى المستويات في عامين تقريبا، وهذا يعطينا اشاره ضمنيه الى انه اصحاب المشاريع والاعمال التجاريه بدات عمليه التوظيف لديهم تضعف تدريجيا، وذلك في إشارة ضمنية أن الفيدرال الأمريكي ربما يحتاج أن يبدأ بتسهيل وتبسيط السياسة النقدية بشكل أكبر حتى يدعم الأعمال التجارية، ولتجنب أن يكون في عندنا ريسيشن أو كساد. نعم، انتقل للشأن النفطي وتحديدا ما يتعلق باستمرار الضغوط على أسواق النفط رغم تخفيض أوبك بلس بحوالي 900 ألف برميل. برأيك ماذا يعني هذه المعطيات جميعها، التخفيض واستمرار الضغوط على الأسعار؟ يعني في عندنا مجموعة من العوامل المؤثرة على أسعار النفط سببت هذه التراجعات اللي نحن شهدناها، على رأسها اجتماع أوبك بلس. المعطيات لم تكن على مستوى توقعات السوق، كان هناك توقعات بأن يكون في عندنا تخفيضات أكبر، تقليصات أكبر، وربما تحرك من السعودية بتقليص أكبر، ولكن الاحتفاظ بالتخفيض الطوعي الأساسي عند 1 مليون برميل، ونضاف لذلك بعض التخفيضات الإضافية ب 900 ألف برميل من باقي دول أوبك بلس، هذا ساهم نوعا ما بأنه يعطينا هذه النظرة عن السوق بالنسبة للمستثمرين أن السوق يحتاج تقليصات أكبر، خصوصا مع مزيد من البيانات السلبية من الصين وتقليص وفي النظرة المستقبلية من موديز للتصنيف الائتماني للصين، ذلك نتحدث عن أكبر مستورد للنفط وعامل مهم دعم أيضا مزيد من التراجعات. أيضا عندي مشكلة أيضا في الطلب لا يزال متراجع وضعيف نسبيا وافاقه ضعيفه، هذه العوامل تم احتسابها في التسعير، ونحن عم نشوف اسعار النفط تضغط بشكل اكبر. نعم. ولكن الالتزام بتقليصات التخفيضات للربع الاول ربما على المدى المتوسط نوعا ما يدعم عوده لاسعار النفط للارتفاعات فوق 76 دولار للبرميل بالنسبه للدبليو تي اي. نعم، ربما جميع العوامل التي ذكرتها خاصه ما يتعلق بتخفيض التصنيف الائتماني للصين دفعت بتصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي حول خطوات قد تكون إضافية على مستوى أوبك بلس. برأيك هل ستحمل هذه التصريحات يعني تخفيض إضافي؟ ما هو حجم هذا التخفيض حتى نصل للتوازن الذي ذكره نائب رئيس الوزراء الروسي؟ يعني أعتقد هي العملية يجب أن يكون هناك ضبط أكثر وضغط أكثر فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير النفط ليدعم أسعار النفط عند مستويات أعلى من 75 دولار للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس. هذه التصريحات من شأنها أن تحقق استمرار أو استقرار لأسعار النفط بشكل أكبر، وأعتقد حتى أوبك بلس يعني ممكن أن تقبل على مزيد من الإجراءات في التخفيض، لأنه مثل ما ذكرنا الإنتاج عن المستويات الحالية يفوق المعروض النفطي، ولا يزال هناك مزيد من الإشارات السلبية تأتي من المستوردين تظهر أن الاقتصاد والطلب ضعيف ودون المتوقع في الفترة المستقبلية. إذا سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة كيو تي كنت معنا، شكرا بك. شكرا لك.